جديدة من منشط أحمر، معي أنا ريمان عيسى إلى أبرز المنشطة. العراق دولة فاشلة يتصارع الجميع على نهبها، تقرير أمريكي يسلط الضوء على الشلل السياسي وعجز السلطات عن تقديم الخدمات للعراقيين. وفي منشط أحمر، موارد العراق المائية قد تتلاشى في السنوات المقبلة وملايين الأسر لن تتمكن من الوصول إلى مصادر المياه. وفي ملفاتنا أيضا، مصارف لبنان تواجه أكبر موجة غضب من المودعين، سالي حافظ تنتزع مدخراتها بسلاح وهمي لمعالجة شقيقتها المصابة بالسرطان. أهلا بكم. يجسد الصراع السياسي الذي امتد إلى أكثر من 10 أشهر عمق الأزمة في العراق. تعطل تشكيل الحكومة وتعطلت الموازنة وتأثرت مصالح المواطنين فقط لأن القوى السياسية لم تتفق على شكل الحكومة. وعلى مدى السنوات الماضية كانت التوافقية تهيمن على مشهد تشكيل الحكومات حتى باتت عرفا متبعا بعد كل انتخابات، وباتت المحاصصة الحزبية والطائفية النظام الذي يجري على أساسه توزيع المناصب، فشوهت ملامح الدولة وفشلت الأحزاب في تحديد ملامحها وهويتها أيضا. يكشف تقرير لنيويورك تايمز عن تداعي الدولة في العراق ويقول إن الأحزاب والميليشيات تتصارع لنهبها في ظل غياب ملامح للتوافق بين الفرقاء السياسيين الذين هيمنوا على كل شيء. يشير التقرير إلى أن السياسيين العراقيين فشلوا في تشكيل حكومة جديدة بعدما يقرب من العام من الانتخابات الأخيرة، أنه على الرغم من الثروة النفطية الهائلة فإن الدولة لا تستطيع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ويسلط التقرير الضوء على التطور العمراني في بعض مناطق بغداد على أنه يتناقض مع التراجع الكبير في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في ظل النقص الكبير بالكهرباء والمجالات الأخرى. ويؤكد التقرير أن نقاط ضعف الدولة تظهر في كل مرة تخرج فيها احتجاجات غاضبة ضد الفساد وسوء الإدارة والبطالة وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تردي الأوضاع الأمنية. ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات اشتدت حدة الصراع السياسي بين التيار الصدري الذي يريد تطبيق نظام في تشكيل الحكومة وهو الأغلبية، وبين الذي ما يزال يتمسك بالتوافقية. في هذا المانشيت ينضم معي الكاتب والإعلامي السيد كاظم المقدادي. أهلا بك سيد كاظم. أبدأ منك بداية، باعتقادك هل هناك ظروف مواتية ملائمة لأن يكون هناك دولة مدنية في العراق؟ نعم، تحياتي لك ست ريما ولكل مشاهدي قناة الشرقية. هذا الموضوع حقيقة جميل جدا، من اختياراتك الجميلة دائما. شكرا لك. يجب أن نبحث فيه أكثر من مرة، يحتاج حلقات، يحتاج حقيقة حلقات أكيد كثيرة، لأننا بصدد فهم الدولة، مفهوم الدولة في العراق ضائع الآن حقيقة. صحيح. يعني هل هي دولة إسلامية كما ثبتت بالدستور، هل هي دولة مدنية أم هي دولة متعسكرة، وهذا هو واقع حال. يعني عسكرة المجتمع موجود. طيب إذا يجب أن نرجع لمصطلح الدولة المدنية، هو مصطلح حديث حقيقة. نعم. ليس له جذور نظرية في العالم الغربي أو في النظريات الغربية. يعني ماكس فيبر من بحث في المجتمع، وحتى ابن خلدون قبله، البحوثات في الحياة الاجتماعية هي ما كانت تدعو إلى دولة مدنية بقدر ما كانت تحول المجتمع المتخيل إلى تقاليد وأعراف، حتى يعيشوا الناس ضمن شروط معينة وضمن قيم أخلاقية معينة. لكن لو نرجع للإسلام، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هي بداية تأسيس دولة المدينة، يعني الدولة المدنية. نعم. ولهذا أنشئت القيم، قيم هذه الدولة بنيت على العلم،
مو على التخبيط والفوضى والفصائل المسلحة وإلى آخره، إنما يعني كان العلم ونتيجتها الأولى مفهوم المدنية. الآيات نعم لا يتعارض نعم مع الدين كما يروج البعض. نعم بدأ أبد 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 كان مرادف للدولة الإسلامية هو مفهوم الدولة المدينة. ما هو راح للمدينة اللي كانت تسمى يثرب، يثرب سميت المدينة بعد ذلك المدينة المنورة، كل هذا في صدر الإسلام بالمناسبة. إلى حد الخلفاء وهي الدولة المدنية قائمة، دولة مدنية حقيقية فيها العدل والتسامح والتعايش. طيب. وهي دولة حقيقية ترعى المواطن. يعني الخلفاء كانوا يمشون في الشوارع يدقون الأبواب حتى طبعا يشوفون رعاياهم عايشين عيشة مدنية زينة لو مضطهدين. صحيح. لكن هذه تحولت طبعا مع ظهور الدولة الأموية والعباسية، تحولنا إلى دولة تسلط، دولة استبدادية قائمة على فرض القانون وليس على قوة القانون، يعني على قانون القوة. وهذه المشكلة حد الآن نعاني منها الآن في العراق وكل صحيح الدول العربية. المناسبة الدول العربية دول حديثة تكتسب شيء من الوجه المدني أو الظاهرة المدنية للدولة، لكنها أيضا ليست دولة مدنية حقيقية. هذه نقطة مهمة، أيضا تتسلط على المواطن. سأناقشها معك أيضا دكتور كاظم المقبادي، لكن فاتني بداية. صحيح. فاتني أن أرحب بشيخ عشيرة البزونة سيد عماد البعوجة. أهلا بك شيخ عماد. يعني لا يمكن الحديث عن الدولة المدنية اليوم في العراق دون أن نتطرق إلى السلطة العشائرية في هذا البلد والذي تحكمه بشكل وثيق وأصيل. هل يتعارض مفهوم العشائرية مع مفهوم الدولة المدنية؟ شكرا سيدتي ريما، تحية واحترام لك ولكادر الشرقية والأستاذ الفاضل الأستاذ كاظم وجميع المشاهدين. نعم سمعت سؤالي شيخ. تجربة بسيطة وإن كان نعم. سمعت السؤال. تفضل سيدة ريما. الحقيقة خلي أبدأ من تاريخ بسيط وإن كان بفدرالية أو كونفدرالية من إستونيا ولوتانيا وتجربة أتاتورك ونزولا إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتفقين وفعلت الثورة الحديثة تقريبا ببداية التسعينات. فلنتركها جانبا، فلنتحدث عن الدولة المدنية ونأخذ تجربة الأخوة الكرد في إقليم كردستان. كيف كانت هذه التجربة الراقية عندما كانوا في ظروف عصيبة وفي وقت مؤلم عندما صعدوا إلى الجبل وبعد الحقبة المؤلمة وتحديدا من عام 2003 ونزولا لهذا التاريخ، كيف نزلوا ووضعوا السلاح جانبا ووضعوا خطة البناء والإعمار وبناء الدولة المدنية شيخ عماد يتقطع جدا الاتصال معك. يعني سأعود إلى الدكتور كاظم المقدادي إلى حين أن تحل هذه المشكلة لديك. أتمنى أن يتم معالجتها بشكل سريع. دكتور كاظم، يعني اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن المدنية في العراق، الحركات المدنية على تاريخ العراق التي مرت، ما الذي فعلته؟ وأنتم أيضا كنخب ثقافية وكنخب يعني تؤيدون وتدعمون الفكر المدني، ما الذي فعلتموه؟ هل كان هناك يعني فشل أو ضعف في دوركم في المجتمع العراقي في إرساء الفكر المدني أمام سطوة الأحزاب وسطوة السلاح المنفلت؟ نعم إذا تكلمنا منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 كانت الدولة العراقية دولة مدنية، الحكم العادل الملكي كان مدني بكل المعايير. نعم كانت هناك ميول للبريطانيين وغير البريطانيين، لكن بدستور العهد الملكي، دساتير العهد الملكي أكثر من الدستور أعتقد، أكثر من أيضا حياة سياسية أيضا شعبت، هناك أحزاب سياسية في بداية تأسيس الدولة العراقية. لكن هذه الأحزاب وحتى الصحافة بالمناسبة 1908 بدأت الصحافة العراقية، هناك بعد الدستور العثماني بدأت الصحافة العراقية 1908 تلعب دورها أيضا في إحياء المجتمع المدني. طيب. لكن أعتقد لحد الآن ما عندنا منظرين حقيقيين للدولة المدنية،
بعدين هذه الدولة المدنية المنشودة من خلال الأحزاب السياسية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو قومية هي بالنهاية ظاهرة مدنية ليست ظاهرة عسكرية. لكن أقول أنه المشكلة الحقيقية لا توجد حاضنة لهذه الدولة المدنية أولا، وأيضا ليس لدينا مفكرين بالمعنى المدني، أنه طروحاتهم نظرياتهم تصب في هذا الجانب. ولهذا تساءلت أنا عن دور المفكرين النخبة. بالتأكيد نعم دكتور كاظم، يعني النخبة دورها حقيقة الآن ربما ظهر وراء 2003 ستريما، ربما بدأ دور النخبة يتفاعل، وهناك أيضا بعض الأحزاب هي المدنية، بعض الأحزاب الديمقراطية يعني حقيقة تحاول أن تعطي المجتمع المدني قيمة حقيقية على مستوى السياسة والاقتصاد والاجتماع. دكتور لكن كاظم، هذا للأسف أم أقول دور ما زال ضعيفا. نعم سأعود إليك للحديث عن هذا الدور. نعم. أكثر والصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع المدني في العراق. الشيخ عماد أصبح جاهزا معي مجددا، تفضل شيخ عماد. كنت تتحدث عن تعارض المفهوم العشائري مع المشروع المدني اليوم في العراق، وهل فعلا هناك يعني نقاط اختلاف بين هذين المشروعين أو السلطة العشائرية والمشروع المدني؟ تفضل. نعم سيدتي، أنا أتحدث من حيثما قطع الصوت. قلت أنا التجربة في إقليم كردستان مع الأخوة الكرد كيف حولوا واقع الحال إلى مدني من وجود الأمن والأمان على الممتلكات والمواطنين ومن ثم البناء. فنرجع قليلا إلى هذه الفترة المؤلمة أنا أسميها، اللي انزمجت بها واقع القوى السياسية مع واقع العشائر. هي العشائر منين جاية؟ هي أساس المجتمع وتكوين المجتمع، فبالتالي العشائر أبنائها موجودين من أعلى سلطة هرمية في الدولة إلى أبسط سلطة هرمية، وإن كانوا حتى لا يحملون الشهادات وبالعمالة البسيطة. فبالتالي نحن الجزء الأساسي والمكون الأساسي لهذا المجتمع. فنقول لهذه القوى السياسية الحاكمة وبرموزها، هم من يصنعون الأمن والأمان والدولة المدنية. عندما يتحدون الأخوة السياسيين بمنطلق ومفهوم المدنية، هنا العراق يزدهر. ولننظر إلى الماضي القريب في عام 1976 إلى 1979 كيف كانت انفجارية صناعية خدمية بناء بنى تحتية في العراق. هذه أنا أعتقد أجمل فترة ذهبية مر بها العراق. طيب التجارب عندكم وانتم الاخوه السياسيين، كنتوا اغلبكم خارج العراق وشفتوا العمران وشفتوا التطور وشفتوا التقنيه ولمستوا كل شيء، وقعدتوا مع كثير من الشخصيات الاكاديميه والمهنيه والى اخره، وبالتالي لماذا لا تنقلون التجربه الى العراق؟ شو انتم جاي تتصارعون على المناصب وتتصارعون على الكراسي وعلى الملذات الشخصيه والشعب تاركينه؟ بدليل شيء بسيط، لو وفرتوا الغذاء والدواء والأمن للعراق، ما راح المواطن العراقي وابن العشيرة وابن المجتمع صحيح يذهب إلى الانخراط بجانب آخر مثل التفجيرات والأعمال الإرهابية، وإلى جانب آخر مؤلم بالآفة الحقيقية للعراق. فهذه الأشياء المؤلمة انحرفت بالشعب العراقي للأسف الشديد، خلت البطالة، خل لاحظ محو الأمية وكيف سوء التعليم، خل لاحظ هذه الشباب اللي الآن قاعد تحصل على معدلات ومثابرين ونشامة من كل الجنسين من الإناث ومن الذكور. ليش هذه من يتخرج ما عنده وظيفة ما مؤمنة الحكومة إلى هذا الشيء؟ طبعا هذا راح يتحول نفسيا إلى صراع نفسي، يتحول عسكري، يتحول هجومي، يتحول انفعالي. فهنا كيف تكون دولة مدنية وأنا ما عندي؟ يعني سيد عماد أو شيخ عماد، أنتم كعشائر عراقية يعني أنتم مع مشروع المدنية في العراق وتدعمون هذا المشروع، لكن بسبب سوء إدارة الأحزاب السياسية الحاكمة والطغمة الحاكمة طبعا لن يكون هناك طبعاً مشروع. أتمنى أنا شيخ عماد، أتمنى أنا شيخ عماد أطلع بدون سلاح، أتجول من البصرة إلى فلوجة والرمادي وميسان والنجف وكل المحافظات، وأتمنى ابني يكون موجود، أقصد ابني عشيرتي، كل عشيرتي هي أبنائي،
أتمنى أبنائي من عشيرتي تطلع وتتجول وتعمل، وكيف تطور نفسها، مو فقط أنه يطلع يعمل من الساعة 7 الصبح سبيل المثال إلى 4 العصر، لا، أنا أتمنى يتطور علميا وتكنولوجيا وثقافيا. جميل هذا الكلام. شو بالعراق ما كانت شيخ بالعراق عماد، أكو يعني مكاتب توعوية يروح وقت الفراغ يدرس بالمكتبة ويستعار كتاب بدل أن يذهب إلى بعض الانحرافات. صحيح، ليش؟ يعني أنا لا، أتمنى المجتمع بصورة عامة وعشيرتي بصورة خاصة تمشي بهذا النهج، ولكن لمن إحنا ننظر إلى المسؤول، إلى القائم من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والكتل السياسية، جميل هذا هم الكلام جدا، القائمين على ويعني خدمة العراق. اسمح لي أن أبدي إعجابي به جدا، كونك يعني شيخ عشيرة أصيلة في العراق، ودائما ما يؤخذ على العشائر العراقية بأنها نوعا ما تتسم بالتعصب والرجعية، وهي ضد المشروع المدني. سيد كاظم المقدادي، يعني عندما يأتي سياسي ونقول له أو نطرح عليه مشروع الدولة المدنية، أين ماذا حل بالدولة المدنية في العراق؟ يقول لك العشائر لا تسمح، لأن العراق مجتمع عشائري، لا يمكن بناء دولة مدنية. وهذا يعني مثال حي، الشيخ عماد يدعم مشروع المدنية ويعزو الفشل في هذا المشروع، أو فشل هذا المشروع في العراق، إلى الطغمة الحاكمة والأحزاب السياسية الحاكمة. لماذا تتعارض المدنية في العراق مع مصالح الأحزاب اليوم؟ وكيف ما تكون يولى عليكم. أنا أعتقد السلطات الثلاث، يعني التشريعية والتنفيذية والقضائية، يفترض أن تتناغم مع الشعب، تتناغم مع المجتمع المدني. فالعشائر جزء من المجتمع المدني بالتأكيد، لكن العشائر للأسف وخاصة عشائرنا في الجنوب، ويسمح لي الشيخ عماد، تحولت إلى هالمعارك هاي بالسلاح الثقيل وصل. يعني كيف ممكن العشائر، وهي عشائر بمذهب واحد وبين طائفة واحدة، وتتقاتل بهذا القتال المجنون؟ يعني أنا ترى كمثقف أتابع، يعني محزن جدا الذي يحصل بين العشائر، وخاصة أهلنا عشائرنا في الجنوب. يعني هي جزء من المجتمع المدني يفترض، لكن المجتمع المدني لا يجب أن يخضع إلى المنطق العشائري. يبقى المنطق العشائري هو أنه يأخذ الفرد نصيحته ويأخذ أمره كله من شيخ العشيرة. هذا ما موجود بالمجتمعات المدنية. المجتمع المدني مجرد من كل هذه التوصيات العشائرية والعسكرية والحكومية وإلى آخره. المجتمع كما قلت، يعني هجرة الرسول الكريم من مكة إلى يثرب إلى المدينة المنورة، أسس دولة المدينة. دولة المدينة تعني هو التناغم بين المسؤول والمواطن. الديمقراطية الحديثة كيف تعمل؟ تعمل أنه هي حقيقة القرارات الشعبية تصعد للقائد الأعلى من تحت إلى أعلى. طب دكتور حتى كاظم، ينفذها. هذا هو المجتمع الديمقراطي المدني. الآن كل هالقرارات، دكتور كاظم أنا آسفة للمقاطعة، ولكن من فوق إلى تحت. أريد أن أصل معك إلى زبدة هذا الحديث. الوضع الراهن للعراق بوضعه السياسي المعقد، هل يمكن أن يؤسس لمشروع دولة مدنية؟ هل نتفائل؟ ماذا يعني نظرتك للمستقبل في العراق وسط هذه الغوغاء السياسية؟ لا، بالتأكيد هذه غوغاء، هي دولة فاشلة. احنا نعيش دولة فاشلة، يعني بالكاد، يعني القضايا دا تمشي، والله العظيم نوبات نقول احنا، يعني الدولة دا تمشي على عكازة في غرفة الانعاش. الدولة العراقية اليوم كيف، يعني دولة لا تعرف انه جماعة معينة تبني بوابة حديدية على جسر الجمهورية، وبعدين يعرفون والله مجلس الوزراء او ما ادري والله شلون عرفوا ووقفوا هذا المشروع. يعني كل واحد يشتغل بكيفه. هذه مو دولة، هذه جماعات وفصائل مسلحة تتحكم بالدولة. أنا قلت الدولة المدنية يجب أن لا تتعسكر. اليوم دولتنا هي الدولة كلها والمجتمع كله متعسكر. الفصائل المسلحة هي التي تلعب دور الحقيقي الآن في حركة الحياة اليومية، وتعسكر المجتمع بشكل رهيب ومخيف جدا. ولهذا أنا أقول هي دولة فاشلة. الدولة الفاشلة يجب أن تتناغم مع المواطن، أن تبني جسور الثقة بينها وبين المواطن. صحيح. وهذا غير موجود،
وشوف الآن حتى المواطن العادي صار يتجاوز على الكهرباء وعلى الماء وبالبناء بلا خريطة يبني. صحيح. دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. لا يوجد ثقافة أصلاً. نعتقد فعلاً حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جداً، أتمنى أن يكون هذا في القريب العاجل. دكتور كاظم، يعني كما قلت أنت في بداية هذا المانشيت، نعم، يعني بحاجة إلى مزيد من الوقت، و سنعود ونطرحه مرة أخرى، وستكون ضيفنا بكل تأكيد. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي العراقي كاظم المقدادي. سؤال أخير إليك شيخ عماد، يعني ما هو الدور المناط اليوم أو الذي يجب على العشائر العراقية العربية الأصيلة أن تقوم به من أجل المساهمة ربما ولو يعني بشكل بسيط للمضي بهذا المشروع الوطني المشروع المدني؟ جيد، بس إذا تسمحي لي ست ريما أرد بتعقيب بسيط جدا بثواني على السيد الأستاذ المحترم كاظم. أشار بأصابع الاتهام إلى شيخ العشيرة وإلى العشائر وكأنما هي منفلتين. أولا، من اللي خلى العشائر منفلتة؟ أنا لو الدولة، أنا لو الأحزاب، من سلحهم؟ أنت ليش خليت أولادي في كل فصيل موجود وهم حملوا السلاح وما شابه، وخليتهم ليس تحت سيطرتي وسيطرة أبوي وجدي وبهالاسم وبهالبخت، خليتهم تحت أحزابك أنت. هذا جانب. الجانب الثاني، صارت العشائر للأسف يعني كل من يقوم يصب لومه وغضبه على العشائر والتقاتل أنت تفضل دولة قوية، منو يطلع بالشارع؟ منو يتنازع؟ منو يتعارك؟ منو يرمي طلقة واحدة؟ أنت ما فارض دولة للأسف. البعض منها متخلخل والبعض منها يميل للحزب الفلاني والحزب الفلاني. اثنين، في بعض الحالات واكد لك واسال شخصيا مديريه شؤون العشائر والمشايخ المحترمين كيف كم ضابط وكم منتسب بالقوات الامنيه دائرته لا تاخذ حقه وبالتالي يرجع الى العشيره، فاحنا ما رايحين احنا ناخذ الحق، هم للاسف الشديد يرجعون الى شيخ العشيره وكانه سلطوا شيخ العشيره هو اقوى من الدوله واقوى من كل شيء، وهذا انا ارفضه واشجبه ما قبل نهائيا. أنا أتمنى القانون فوق الكل، فبالتالي أنتم اللي خلقتوا هذا الشيء وأنتم شجعتوا شيخ العشيرة. لا والله، أطالب واليوم وباشر وبعد سنين إلى دولة مدنية خالية من السلاح، دسحبوا السلاح وخلونا نمشي آمنين بالشارع. هذا صحيح. اللي قاعد يحدث. أما سيدتي الفاضلة، نرجع إلى صلب الموضوع. نعم، باختصار أنا أتمنى باختصار شديد، المسألة الآن بعد 11 مؤلمة ومحزنة والكل يتنافس وكل من له أتباع محبين وأيضا له مكرهين. أوصيتي لجميع الساس العراقيين صغير وكبير وذو نفوذ، اتحدوا من أجل العراق. جميل. اتحدوا من أجل بناء العراق. إذا ما كنتوا تعرفون بالتجربة من بعد 2003 كافيكم تجربة 4 سنوات وخمس سنوات وإلى 10 سنوات. إحنا ما بينا حيل بعد نوقف إلى 19 سنة بل أكثر ونعيد التجارب من المربع الأول. أتمنى أن والله تصل الشعب. إذا الشعب انهار، الشعب اليوم اللي يصفق لك ويقول لك علي وياك علي، باكر ينعلك. اسمعوها من عندي، أنا قاعد بالديوان، يجيني البرلماني ويجيني القاضي ويجيني الفقير ويجيني المثقف وكل الشخصيات تجي، ونحن على تماس مباشر مع الشعب. فبالتالي هاي المسألة تنعكس سلبا عليكم، اتنازلوا باللهجة العشائرية، اوضع الرمح في ضلعك في ظهرك. أتمنى أن تصل هذه الرسالة شيخ عماد. هذا وصيتي. أما الجانب العشائري للمرة الأخيرة، ما أسمح أحد يسيء للجانب العشائري، وإذا وصل ردك على الجانب العشائري خلي الدولة يعني تطور. وأنا يعني باعتبار شكرنا دكتور كاظم، لا أعتقد أنه كان يعني يقصد الإساءة للمجتمع العشائري أبدا، وإنما من الممكن كان يوجه انتقادات. على كل حال سنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. أشكرك جزيل أشكر شيخ عشيرة البازون الشيخ عماد البوعوجة، كنت ضيفنا من البصرة، شكرا لك. أهلا بكم في المانشيت الثاني. موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مطلع هذا الصيف لا يمثل سوى جزء بسيط مما قد يشهده العراق في السنوات المقبلة، كما أن موجات الغبار التي اجتاحت هي الأخرى أجواء العراق قد تستمر لفترات أطول مما شهدناه في هذا العام، في ظل استمرار تجاهل التغيرات التي تطرأ على المناخ في
العراق. التغيرات المناخية أدت إلى اختفاء منخفضات مائية كانت على مدى قرون موجودة في العراق، ولا يعرف ما الذي سيختفي في قادم الأيام أيضا. وتشير دراسات إلى أن العراق من بين الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية التي ستشتد ملامحها مستقبلا. وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة ونقص المياه من بين أكثر 5 دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي وفقا للأمم المتحدة. وهناك العشرات من القرى العراقية التي استفحل فيها الجفاف وسط صيف حار، حتى بكت سكانها مهددين بالهجرة أو البقاء لانتظار صهاريج المياه التي تمر عليهم مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد. وتعرقل قلة المياه إنتاج المحاصيل الزراعية أو تؤدي إلى إفسادها. أتحدث من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، وأرغمت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق. وما يزال العراق يفكر بإنشاء المزيد من السدود في وقت يقول خبراء إن الخلل يكمن في سوء إدارة الموارد المائية، وأن السدود والخزانات الموجودة حاليا تكفي لخزن المياه في مواسم الأمطار. في هذا المنشط ينضم معي وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي عبر سكايب. أهلا بك سيد حسن. يعني هي ليست أزمة فقط على العراق، إنما على العالم كله. التغير المناخي والجفاف والغبار، موجات الغبار التي تضرب أيضا المناطق، أوروبا لأول مرة ربما في تاريخها أو منذ زمن بعيد ترتفع فيها درجات الحرارة إلى هذه المستويات. لكن العالم يتحرك، العراق ما الذي يفعله؟ تفضل. شكرا جزيلا. نعم، احنا باعتقادي استجابتنا للتحديات التي نواجهها على مستوى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض أو على مستوى الإيرادات المائية وعلى مستوى إدارة المياه عموما، أعتقد أنها تحديات كبيرة واستجابتنا أضعف مما ينبغي باعتقادي. لأنه في العراق لحد هذه اللحظة وأنا متابع، لم أشهد أي برنامج في أي وزارة من وزارات العراقية تتبع يعني مسارا تكيفيا مع المتطلبات التي نمر فيها، سواء على مستوى الطاقة، يعني وزارات النفط والكهرباء. يعني الكهرباء عندنا فيها نقص فادح، احنا بعيدين جدا عن توفير الحد الادنى من الكهرباء، وليس على التكيف على متطلبات التغيرات المناخيه. اما على مستوى الزراعه، فالزراعه لا تزال زراعه تقليديه مستهلكه كبيره للمياه. اهم طريقه بالزراعه هي طريقه الري السيحي، وانتاجنا الزراعي في تناقص، بدليل ان الزراعه وكل ما يوفر للزراعه لا يسد الا 30% من حاجه السوق. 70% من حاجه السوق للغذاء هي مستورده. اما على مستوى الموارد المائيه، فاعتقد كل السياسات والبرامج المعلنه المعروفه الان التي يستطيع يتابعها يعني اي مواطن، يجد انها بعيده تماما عن مساله التكيف مع التغيرات المناخية. لماذا سيد حسن دائما استجابة العراق بطيئة وتكاد تكون منعدمة في هذه الأزمات، هذه الظروف، وهو يجب أن يتحرك سريعا؟ هل نربط ذلك بالواقع السياسي أم بقلة الموارد فعلا، قلة الإمكانيات، عدم وجود تحديث على أدوات الزراعة وكذلك أدوات الموارد المائية، إضافة إلى السياسات المائية مع دول الجوار؟ نعم، أنا باعتقادي هو مزيج من هذا اللي ذكرتيه. يعني القطاع المائي هو ليس قطاعا منفصلا عن القطاعات الأخرى. يعني يسمى باللغة الإنجليزية cross sectoral، يعني كل القطاعات الاقتصادية الأخرى هي بحاجة إلى الماء. ثم نضيف إلى يعني هذا الوضع، هو الوضع العام في البلد هو وضع غير مستقر، وضع من حروب مستمرة وطويلة جاءت على أساس قمع سياسي أيضا كبير جدا لعدة عقود، ثم الحروب، ثم الاحتلال، ثم يعني انهيار واختفاء الدولة. وبعد ذلك اكتشفنا أو اخترعنا
وسيلة أخرى مجربة ولكنها فاشلة ونحن تمسكنا بها هي قضية التوافق والمحاصصة في توزيع الوزارات والحصص والمؤسسات والثروات، وبالتالي لا يمكن لأي برنامج مهما كان بغض النظر عن إذا كان في قطاع الماء أو في أي قطاع آخر لا يمكن أن تتوفر له مقومات النجاح في ظل هذه الشروط. فهذه مسألة. طيب أنت ذكرت نقطة مهمة. نعم ذكرت نقطة مهمة سيد حسن، وقلت نظام المحاصصة وتوزيع المناصب، هذا إذا كان استنتاجي صحيح أو هو ليس أبدا لا رأي ولا يعني رأي أتبناه، إنما يعني هذا استنتاج منطقي لما تحدثت به، هذا أدى إلى غياب الكفاءات عن المناصب والوزارات التي يجب أن تكون الكفاءة هي من تديرها. هذا مؤكد، والمحاصصة السياسية لا تسمح، بالتأكيد لا تسمح للكفؤين بإدارة الدولة، ولكن عموما يعني احنا نعرف على سبيل المثال انه المناصب الوزارية يعني طبعا يجب ان تكون مناصب يعني سياسية، بمعنى القائمة الفائزة او القائمة التي تشكل الحكومة من حقها ان تعين الوزراء، ولكن كادر الوزارة ما دون الوزير يجب ان يكون ثابت ومهني ويستطيع العمل حتى بدون الوزير، سواء كان الوزير اكس او واي. هذه المسائل غير موجوده عندنا في العراق. نحن لدينا منذ عام 2003 وزراء ياتي هو وياتي معه عدد كبير من الناس بضمنهم من عائلته من اولاده واقاربه، ويحتل مكاتب الوزراء، وهؤلاء الشباب في غالب الأحيان يكونون شباب أيضا يسيطرون على الوزارات ويتحكمون بمدراء عامين ووكلاء وما شاكل يعني. بس هذه مشكلة سياسية يعني علاقتها بالقطاع المائي لا تختلف عن القطاعات الأخرى، هذه مشكلة كبيرة. هنا لا يمكن لأي بلد أن يطور يعني خطة تنمية مستدامة في ظل ظروف متغيرة، ونحن على سبيل المثال نحكي في القطاع المائي، القطاع المائي نحن 70% من مياهنا تأتي من خارج الحدود. فإحنا إن لم نكن بلدا قويا ومستقرا ومتمسكا بمصالحه وقادرا على تحقيقها وحمايتها لا يمكن أن يعني إحنا نغامر بمستقبلنا، نغامر بمجتمعنا، ونغامر أيضا بدولتنا. هذه المسألة لم يجر الانتباه لها، ويتراجع الاهتمام بالقطاع المائي عندما تكون هناك أمطار، عندما تكون هناك مواسم رطبة، ويزداد الاهتمام إذا كانت هناك شحة. ولكن زيادة الاهتمام هذه هي زيادة مؤقتة، سواء كانت على مستوى الصحافة أو على مستوى ردود الأفعال الحكومية. يعني برامجنا ليست مستمرة، بمعنى الوزير الذي يأتي بعدك يستطيع أن يغير كل ما بنيته، ولهذا يجب خبرة تراكمية، أن يكون عزيز. هناك استقرار سياسي. سيد حسن أشكرك جزيل الشكر، وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي كنت ضيفنا في هذا المانشيت، شكرا لك. يحدث في أفلام هوليوود أن يقتحم مسلح أحد البنوك ويسطو على الأموال تحت التهديد والترهيب، أما هنا في بلاد الشرق ليس مشهدا تمثيليا، يحدث ذلك فعلا لكن مع اختلاف الطريقة والدوافع، إنه أشبه بالمسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل وما يحمله من فكر ثوري مناهض ومقاوم لصوص الدولة وفاسديها ومفسديها. سالي حافظ، هذا الاسم قد ينضم إلى لائحة الثوار عبر التاريخ، ما الذي حدث وكيف اقتحمت أحد مصارف لبنان؟ في التفاصيل فقد انتشرت على نطاق واسع قصة الشابة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت أحد فروع بنك لبنان بسلاح تبين فيما بعد أنه وهمي، للمطالبة باسترداد مدخراتها البالغة 20,000 دولار من أجل علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان. نتابع هذه اللقطات. شباب بلا مشكل بلا مشكل بليز. خلينا رايقين. خلينا رايقين. خلص خلص. حتى بطل المصريات مريضة سرطان. يا
البداية كانت بوجود نحو 270 مليار دولار أمريكي كودائع في بنوك لبنان حول جزء منها بعد أزمة 2019 من قبل جهات نافذة إلى الخارج، وتم منح المودعين مبالغ بشكل مقنن وشهري، وتوقف في عام 2020، وأيضا الودائع المطلوبة تقدر ب 98 مليار دولار، بينما المتوفر في البنوك فقط 10 مليارات دولار. في 11 من آب العام الجاري اقتحم مودع بسبب حاجته لعلاج والده، وتمكن بعد أن احتجز رهائن من الحصول على جزء من وديعته، وهو ما تكرر اليوم مع المودعة صالح حافظ التي اقتحمت أيضا أحد البنوك وتمكنت من الحصول على 20,000 دولار لعلاج شقيقتها من مرض السرطان، ولحقها بعد ذلك رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30,000 دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه سلم نفسه للقوى الأمنية. هذا كان مختصر ما حدث في بنكين في لبنان اليوم. حول هذا المنشط من المؤمل طبعا أن تنضم معنا الصحفية اللبنانية يمنى فواز، وكذلك أيضا معي رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية. أهلا بك سيد حسن. يعني وبحسب المعلومات التي وردتني من النيوز روم بأنك أنت قمت سابقا باقتحام أحد البنوك، هل هذه ستكون الوسيلة المعتمدة لدى اللبنانيين؟ أنا آسفة عم بضحك ولكن شر البلية ما يضحك. هل ستكون هذه هي الوسيلة السائدة من قبل اللبنانيين للحصول على أموالهم؟ مساء الخير إليك ولمشاهدي الكرام. يعني أنا أقترح على قناتكم الكريمة برنامج أسبوعي الحديث عن هذا الموضوع، لأنه عندي معلومات. لن تكون هذه الأخيرة، يعني نحن أمام مشهد اقتحام للمصارف بالعشرات يوميا. نعم هذه معلومات. نعم أنا كنت البادئ عام 2020 بهذا الموضوع، لأن والدتي كانت مريضة سرطان وهي توفت الآن، فمن يعيد لي والدتي؟ نحن أمام شعبويات سياسية من الأحزاب الستة الكبرى الحاكمة في لبنان التي هربت أموال سياسييها ونافذيها إلى الخارج، وتعطي اللبنانيين من حقهم الفتات الذي لا يكفي قوط يوم واحد. طيب، بعد أن دولرت الأسعار جميعها في لبنان. ولكن سيد حسن، ما الذي تفعله الدولة أو الحكومة اللبنانية؟ أنا هنا لست بموقع المدافع عن أحد، ولكن يعني تساؤل أطرحه باعتبار الطرف الآخر غائب معنا هنا. ما الذي تفعله الحكومة اللبنانية إذا لم تكن تملك الأموال؟ إن كانت الحكومة اللبنانية تفعل شيء فلا داعي للحديث عن هذا الموضوع، لأنه لا يكون موجودا، فهي لا تفعل شيء. أنا اجتمعت مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ومع المجلس النيابي ورئيسي ومع المصارف وحاكم مصر، مع جميع من هو مسؤول عن هذا الموضوع، اجتمعت معه مرارا وتكرارا. هم لا يفعلون شيئا، هكذا بصريح العبارة، مش أنه يأتون ويضعون الخطط وكيف لا يفعلون شيئا أبدا. الشعب اللبناني بلا أمواله، الشعب اللبناني بلا كهرباء، الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صفر كهرباء هي لبنان، الشعب اللبناني بلا ماء، بلا غذاء، بلا شيء. نحن بلا شيء وحكومتنا لا تفعل شيئا إطلاقا، غير عدا المناكفات السياسية وعدا الاتهامات السياسية والمشاريع التي كل جهة سياسية تابعة لطرف خارجي. نحن ضحية الشعب اللبناني، فليسمع العالم بأسره، الشعب اللبناني اليوم هو ضحية هذه الطبقة السياسية المجرمة التي تفعل ما تفعله بنا. نعم. طب سيد حسن، أنت تتحدث عن واقع وعن سياسة لا مبالاة تقوم بها الأحزاب والسياسيين اليوم في لبنان. في حال استمرار هذه السياسة وفي حال تعطل مصالح المواطنين وأيضا مصادرة أموالهم من قبل البنوك أو غيرهم، هل من الممكن أن تحدث فعلا اضطرابات في الشارع اللبناني، أن يكون هناك أعمال عنف، أن تخرج ثورة أخرى في لبنان؟ منطق الثورة في لبنان لم يكن ناجحا بمعنى كلمة ثورة، كان هناك حراكا، لأن تعلمين الوضع اللبناني للأسف هو وضع طائفي بامتياز.
أي ثورة قد تنتج في لبنان يتم دفنها بأرضها من قبل المنظومة الطائفية بحجج طائفية وبحجج تهديد طائفي. للأسف أقول هذا الموضوع، ولكن على أمل أن يكون هذا الشعب، أن يعي هذا الشعب مصلحته ويخرج من عباءته الطائفية والحزبية. بعدما أجريت الانتخابات النيابية ونتائجها لم تكن كما يتمناها الشعب اللبناني أو الذين يريدون للبنان الخير، نتائجها كانت لصالح هذه المنظومة بعدما هددت طائفيا وبعدما استعملت اللغات الرديئة والبذيئة والطائفية والدنيئة حماية لمصالحها. نحن أمام، نعم نحن أمام قنبلة موقوتة، نحن أمام فوضى عارمة في لبنان إن لم يكن هناك حل جذري. طيب سيد حسن، يعني هل استنفذتم كل طاقاتكم كل أملكم حتى وصلتم إلى مرحلة تقتحمون فيها البنوك تحت تهديد السلاح وإن كان سلاح كاذب كما فعلت سالي؟ هل فقدتم الأمل بهذه الطبقة السياسية بشكل كامل كي تحصلوا على أموالكم بهذه الطريقة؟ ألا يوجد طرق أخرى؟ نحن فاقدون الأمل بهذه الطبقة السياسية منذ سنوات خلت، وليس من الآن أو منذ 3 سنوات. هذه الطبقة السياسية أنا تقتلنا منذ 30 عاما أو من سنة 75، من سنة بدء الحرب الأهلية. خلعوا بعد اتفاق الطائف ثوبهم العسكري ولبسوا ثوبهم المدني وحاولوا يقنعونا أنهم من يريدون إنقاذ هذا البلد. نحن جربنا جميع الخيارات، لم نترك بابا إلا وطرقناه، من جميع السياسيين ومن جميع الكتل السياسية والأحزاب الحاكمة. أن يجب عليكم أن تضعوا حلا لهذا الموضوع. نحن لا نطلب جميع الأموال على الطاولة فورا، إنما نريد قانونا يحمي لنا حقوقنا ولو بعد حين. أين أموالكم؟ نسمع منهم حسن، يعني من سرقت؟ يعني الأموال باختصار أودعت في المصارف اللبنانية. المصارف اللبنانية يعني عمليات ربا، كانت عمليات ربا أودعتها لدى مصرف لبنان بعمليات فوائد كبيرة. مصرف لبنان أقرضها إلى الدولة اللبنانية التي نفذت بها مشاريع وهمية ووهمية جدا، والباقي وضع في جيوب السياسيين ومنتفعين الأحزاب اللبنانية وأزلمتهم، وحول إلى الخارج وبقي الشعب اللبناني من دون أمواله. هذا ليس بتصريح مني، إنما هذا بتصريح منذ شهر للبنك الدولي الذي قال أن الشعب اللبناني تعرض لأكبر عملية نصب واحتيال ممنهجة وأسماها باللغة الإنجليزية دليبانيز بونزي سكيم. بونزي سكيم أي عملية نصب واحتيال ممنهجة. يعني هذا الواقع يشبه إلى حد كبير الواقع في العراق والوضع في العراق، على الشعب العراقي أن ينتبه جدا. طيب سيد حسن، اليوم ماذا يقولون لكم البنوك؟ هل هناك يعني وعود؟ هل هناك مواقيت محددة ربما تستلمون أموالكم لاحقا؟ يعني يعطوكم مهل زمنية؟ ماذا يقولون لكم؟ يعني منذ ساعات كان لدي اتصال مع أصحاب المصارف أو جمعية المصارف. هم للأسف في حالة هستيرية، لا يعون ماذا يحصل. وقلت لهم الاستمرار بطريقة التجاهل ستكونون أمام أكثر من سالي، يعني أكثر من عملية بما حصل اليوم. أنا لست مبتهجا لما حصل. للأسف أنا أريد لبلدي الخير والأمن والأمان، ولكن هذا حق للشعب اللبناني، هذا حق. يقولون أن ليس لديهم أموال، تدخلين إلى المصرف بكل احترام تطلبين مالك يقولون غير موجود، تخرجين وتعاودين الدخول حاملة شاهرة السلاح يصبح المبلغ موجود. يعني طب وفق أي قانون هذا سيد حسن؟ ألا يوجد مجتمع دولي؟ ألا يوجد منظمة دولية قد تحمي أيضا هذه المصارف أو تقدمون إليها شكاوى، محاكم دولية؟ ألم يعني يخطر في بالكم هذا الحل ربما؟ يعني كما قلت، وضع لبنان شبيه بوضع العراق. المجتمع الدولي والدول الغربية الكبرى لا يهمها ولا تعير اهتمام للشعب اللبناني. هي حامية المنظومة السياسية، لأن هذه المنظومة السياسية تنفذ أجندة وطلبات المجتمع الدولي، فكيف ستضر بمصالح هذه المنظومة السياسية؟ هم غير آبهين بشعوب، هم يأبهون فقط بأحزاب تنفذ لهم مصالحهم. طيب. الشعب العراقي أكبر دليل، الشعب اللبناني أكبر دليل، الشعب الفلسطيني والشعب السوري، هذه دلائل على المجتمع الغربي وما يقوم به تجاه شعوب المنطقة.
هذا المجتمع الغربي يحمي المنظومات السياسية. يعني لم تقدموا دعاوى إلى المحاكم الدولية، لم يكن هناك دعوى فيما يخص أموالكم. تواصلنا مع البنك الدولي، تواصلنا مع لاهاي، تواصلنا مع المنظمات الحقوقية، منظمة حقوق الإنسان، مع الأمم المتحدة، ويا ليتنا لم نتصل بأحد. ماذا كان الرد حسن؟ أقول لك يا ليتنا لم نتصل بأحد، وإن اللبيب من الإشارة يفهم. طيب سيد حسن، أريد أن أتوقف معك أكثر عند مصير سالي وكذلك رامي. يعني اقتحموا البنوك، هل سيكون هناك عقوبة قانونية ضدهم؟ كيف سيعاملون؟ لم أسمع السؤال. كنت أتحدث معك عن مصير سالي وكذلك رامي، هل سيكون هناك عقوبة؟ تسمعني حسن؟ سيد حسن تسمعني الآن؟ سيد حسن، سيد حسن، نعم صوتي واضح؟ سيد حسن تسمعني الآن؟ نعم سيد حسن، كنت أتحدث معك عن مصير سالي وكذلك رامي، هل سيكون هناك عقوبة قانونية بحقهم؟ هل سيخضعون للمساءلة وربما إلى السجن؟ مع الأسف يعني لا يوجد صوت لديك حسن. سيد حسن هناك مشكلة في الصوت، لا أدري. تسمعني الآن سيد حسن؟ المشكلة أنا ما عم بسمعك والله. مع الأسف يعني كان هناك الكثير من الأسئلة أريد أن أطرحها عليك، وكنت أريد فعلا أن أتوقف عند مصير سالي وكذلك مصير رامي. على كل حال هذا كان ملخص ربما ما حدث في لبنان اليوم لشعب نهبت أمواله وسرقت أمواله بكل أسف. يعني هذا واقع حال الدول التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية. إلى هنا كانت هذه أبرز منشطات اليوم مشاهدينا، موعدكم معنا يتجدد يوم غد بمنشطات جديدة. إلى ذلك الحين كل التحية، إلى اللقاء.